ورجعنا لكم مرة تانية. احنا قلينا الكوردن بلو او الفراخ بتاعتنا في قلب الزيت، حضراتكم شايفين اهيت شكلها عامل ازاي. ده الجبنة بتاعتي سايحة نازلة منها اهيت. لو انا واخد ورق الجرجير جواها او ممكن جزراية، بس ده ما هيبقى ايه، انا بعدت عن الكوردن بلو. بس انا ممكن اقدم فكرة، وان شاء الله هنقدم حاجات زي كده كتير ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين ادي ورده، واحد اتنين اتنين انا كنت قاطعهم، هبدا اطلع هنا. براحة خالص. شايفين الجبنة بتنزل من قلب ال، ليه بقى؟ لان انا دلوقتي سويت الجبنة كمان ذات نفسها، لاني انا كنت حاطط الزيت على درجة حرارة هادية، تمام؟ فده بيخلي حتة الجبنة وحتة الجبنة ذات نفسها تسيح معايا وتديني شكل حلو لما يكون درجة حرارة الزيت هادية. هعرف اعمل بانيه كويس، هعرف اشتغل كويس، اسوي كويس. ده طبق الكوردن بلو زي ما حضراتكم شايفين شكله حلو. ممكن ادوق دي، جميل. مش هديك حته، دي بتاعتي برضو هاكلها انا. عايزين بقى نعمل البدنجان المقلي، طعمته بتندهلي. ممكن اخد البدنجانيه دي على نصين واحشيها، وممكن يعني اعمل كده مثلا واقلي البدنجانيه واحط عليها الفرسه واقطعها نصين ونخليها الاسهل معانا اهوت، تمام. نعمل كمان واحده. يفضل لما اجي اشتغل في البدنجان اعمل عليه ايه؟ سنة ملح بسيطة ورشها عليه. لو انا عندي ورقة زبدة دلوقتي موجودة معايا، لو مقطع بدنجان سلايس وحاطط الورق البدنجان ده عليها وارش عليه شوية ملح، هيبدأ ينزل مية معايا. المية ديت بتبقى فيها المرارة بتاعة البذر بتاع البدنجان. بسم الله بسم الله. عايز انا اوريكم دلوقتي، انا هجهز حاجه سريعه، تمام اهوت. هفرم شبت، هفرم بقدونس براحتي. ريحه الشبت جميله قوي. الخضره عموما اساسا لما بتبقى لسه مفرومه بتدي الريحه بتاعتها والفايده بتاعتها طبعا كلها بتنزل قدام منك مع الطعم ده، بي يعني انا اللي ببقى حاسس بيه. بس لما تجرب بقى ايه بقولوا لي. ما احنا قلنا ايه، قلنا الوصفه عندنا. وبيقولوا لي توبي 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 توبي، وزي بس ازاي توبي عيني، ازاي 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 بس ازاي توبي عيني، ازاي ازاي عاشقة وغلبانة والنبي. حبيبي كفايه. لا انا عندي بقدونس، عندي كزبره، انا عايز كزبره بقى. هزرنا وضحكنا لما نشتغل. الزيت بتاعي
انا قلت لكم ايه الفرق بين الاثنين، ان انا احط ممكن كل الحاجات دي دلوقتي في قلب الخلاط، تمام، الشبت والكزبره والحاجات دي كلها، وابدا اني اقوم جاي فارمها، احط عليها بصلايه، احط عليها طماطمايه، كل دوت هستخدمه في نفس الوقت. لو انا هقعدها في الثلاجه مده يوم او اتنين، يبقى بحط من نفس الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي دي بالظبط، تمام، بس من غير بصل وطماطم عشان الريحه بتاعتها ما تغيرش خلال يوم او اتنين. انا دلوقتي عايز معايا وقت ان انا اقدر اشتغل فيها، فعادي ما عنديش وقت بقوم جاي شغال في ايه، في قلب الكب على طول، واجهزها واحطها عندي في قلب التلاجة. كل حاجة تكون قريبة من بعضها. في عندي ايه تاني؟ في عندي ايه تاني؟ اريد ايه عندي ايه تاني؟ شطة. للي يحب يحط شطة، اهم حاجة نشيل القلب بتاعها اهوت، والبذر طبعا اتاكد ان هو بعيد عني خالص. كده اخر حاجه الفلفل الحامي اهوت، حاجه سريعه خفيفه. في عندي بوله، ننظف المكان عشان هو العنوان. اقلب البدنجان عشان ما يزعلش مني. لا حطه هنا عشان هتستخدمه تاني. لو بنضف مكاني ما برميش على الارض كده، ايه ده هي، تمام اهو كل حاجتي على ايديا، وابدا انفض ايدي في قلب الربش بتاعي. خلاص كده مكاني نضيف، عايز شويه من الزيت، تمام، سنه، انا عايز ملح. في عندي كمون، احنا حطينا شطه فمش محتاج احط تاني، سنه خل بسيطه، فين بقى ادي، اقلب انزل، عايز ابدا اطلع البدنجان بتاعي. براحة خالص اهو الطبق اهوت، لونه حلو، بحب اللون الذهبي دايما عامة في اي حاجة متاخدة في الزيت. اطفي على الزيت بتاعي، انزله تحت افضل بالراحة. بسم الله، عايز بقى انا احط الحاجه بتاعتي ديت فين؟ فين طبق التقديم بتاعي؟ مباشره على طول كده انضفه. كده احط بالطول بقى وابدا اغرف الطبق على طول. يبقى انا استخدمت حاجه سريعه قوي
عايز احطها في قلب التلاجة، يبقى احنا قلنا مرة واتنين نقول، من نقول تاني احنا بس ما نحطش عليها الايه البصل، ولو استخدمنا طماطم ما نحطش عليها طماطم عشان ما تبصش مني. يبقى انا عندي فرسة جاهزة او تتبيلة جاهزة للبدنجان او للطماطم في اي وقت وبسرعة قوي، يبقى عندي حاجة جاهزة. طبعا الحاجات دي احنا كلنا طبعا يعني مستغناش عنها. والراحة هو عايز اعرف برضو بشكل جمالي. تمام، كل اكلاتنا كل وصفاتنا هتلاقوها على الشريط اللي ظاهر معاكم دلوقتي على الشاشة، صوت وصورة كل حاجة ان شاء الله، كل ما لذ وطاب ان شاء الله. نحاول ننول رضاكم، ولو في اي كومنت احنا برضو نحب نسمع صوتكم. شكله جميل. وكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا، عملنا الكوردن بلو فراخ مع جبنة وسلامي او بيف، عملناها بيف النهاردة، عملنا بدنجان مخلل سريع قوي هيعجبكم ان شاء الله. كل وصفاتنا ومقاديرنا موجودة على الويب سايت بتاعنا او على الشريط اللي ظهر معاكم على الشاشة. نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.